انا جيت قناه السويس الضرب الاحمر المغربلين جوه هنا في مجموعه ستات بيعملوا اكل بيتي. يعني هتلاقي واحده بتعمل اكل بشهادات وهتلاقي واحده بتعمل اكل شعبي صرف. عشان كده جيت المغربلين الضرب الاحمر ببعت لكم سلامي. وانت داخل بقى كده اتفرج على قناه السويس الضرب الاحمر، كل حاجه هتلاقيها في المغربلين، اي حاجه انت عايزها موجوده في المغربلين. يعني من الابره للصاروخ زي ما بيقول لك، مفيش حاجه مش ممكن تلاقيها، من اول الكسكسي للفطير لكل حاجه حلوه، حتى كمان الخضار واللحمه. عايز اقول لك ان رمضان داخل علينا كل سنه وانتم طيبين، والوضع هنا انت قبل ما تفكر في اي حاجه هتلاقيها موجوده. ايه اللي نفسك فيه موجود في المغربلين. حبيبي حاج كل سنه وانت طيب، حتى الخضار، حتى الالبان، حتى المنتجات اللي نفسك فيها، فراخ، سمك، اي حاجه انت عايزها، عيش، كل حاجه باشا. اهو بص، يعني لو انت عايز اي حاجه هنا اهو موجوده. اهو الرجاله، اهم حاجه المنظفات تمام والاسعار حلوه، اهم حاجه. ها ربنا يديك الصحه حبيبي حاج، ربنا يديك الصحة، ربنا يخليك حاج، كل سنة وحضرتك طيب. المغربلين فعلا قناة السويس، يعني ايه؟ يعني كل حاجة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، كل حاجة موجودة. تيجي بقى من هنا لو انت جاي من عند جامع أيسون هتلاقي هنا المدخل وتخش منه وتتكل على الله عليهم. بص، هو الخضار هنا موجود زي ما انت عايز، يعني انت ده ماشي كمان، معلش على اساس ربنا يديك الصحة. ايوه ربنا يبارك لك يا حاجه وربنا يزيدك. كل حاجه والاسعار بكام النهارده؟ ربنا يخليك يا حاجه، ربنا يديك الصحه. يلا بينا حاج فاهم هنا، يعني المخلل، يعني ان شاء الله في رمضان هنيجي ونعمل احلى شغل، احلى سمك. اللهم صل على النبي، سمك اهو. بص يا باشا، البولتي اهو، البولتي اهو، اللهم صل على النبي. يعني البولتي يتاكل ويرجع تاني يتباع. حبيبي حاج، كل حاجة موجودة في المغربلين. سرقة برضه اهو، اهو طحينة، سمسم، زيت حار، زيت حلو، كل حاجة. ربنا يرزقكم يا حاج ويفتح عليكم. عايز برضه تجيب فطير، تجيب أي حاجة، كل حاجة موجودة. هتلاقي بقى بتاع الفطير اللي هو الأصيل تخش من جنبيه، أو لما تخش من جنبيه هتطلع فوق هتلاقي الستات المحترمات شغالين. وعايز تبقى بومب لازم تضرب كرومب، والصحة تبقى على العال. بسم الله ما شاء الله، أنا جيت مخصوص عشان خاطر الواحد ياكل المحشي والكرومباية، خدتها معايا. رحاب وسلمى الاتنين عاملين أكل بيتي هنا في الضرب الأحمر في المغربلين، وهم واخدين شهادات زي ما أنتم شايفين. كل الأكل الجميل بسم الله ما شاء الله موجود عندهم. فين بقى الأكل يا هوانم؟ عشان نتفرج على كل حاجة. أول حاجة بفضل الله المحشي طبعا، ما يغركش ان الحاله دي صغيره، بس الحاله دي بص بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. المحشي الله اكبر نازل واحده واحده، فدون يدل ان النهارده يومنا نادي والجو سعادة. ايه يا استاذه؟ رقاق، اللهم صل على النبي. ايوه هوبا، هو ده الشغل ولا بلاش؟ ده الرقاق. الله 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 الله، قطعينا بقى يا استاذه بعد اذنك عشان خاطر ايه نتفرج. بصي كده صينيه المحشي، اللهم بارك اللهم بارك، سخنه مولعه مولعه مولعه. يعني انت تطلب الاكل البيتي الجميل هتلاقيه قدامك. بص بقى اتفرج على الشغل، بص شوف كده الورق بتاع العنب والشغل اللي معمول، وهناك البطايه ولا الفرخايه ولا ايه بالظبط دي مش عارفها دلوقتي لما ناكلها. ها وخد بقى المحشي اللي نفسك فيه، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. ده دي اللحمه بس، دي لحمه ايه بقى اللي جواها؟ جملي. جملي الجملي هو عملي اهم حاجه، اللهم بارك اللهم بارك. الشغل بتاعكم طبعا، اه طبعا، يعني انتوا بسم الله ما شاء الله اللي قايمين عليه كله من الالف للياء. معانا جندي مجهول. مين هو؟ لا ده احنا معانا هنا جماعه اتنين. ايوه هدى وعبير. أيوة. ومعانا في البيت حاجه زينب، الحاجه ناديه، عبيه، ايه، سماح. أيوة. ففي ناس بتساعد برضو في البيت، حرام ما يتضرب. يعني لو قلنا هيبقى كام حد مثلا مع حضرتك؟ يعني احنا هنا اربعه وفي البيت الحاجه ناديه بتاع خمسه. ماشي تاني خمسه تسعه. طب انا هنا يعتبر شفت الاكل يعتبر دون، احنا قلنا ده عينات بسيطه بالظبط كده. انا عارف ان بسم الله ما شاء الله حضراتكم عندكم حاجات تانيه. طب في حاجه تانية جوه في المطبخ؟ في حمام. حمام؟ هاتي لي الحمام النهارده يومنا معلم بلا ربنا. حمام وفي حاجه تانية؟ ايوه في بشاميل وقنبله بقى. قنبله؟ ايوه. لا ما انا جاي الضرب الاحمر لازم يبقى في قنابل، يعني هنعمل ايه طيب؟ اللهم صل على النبي، يعني احنا جاي الضرب الاحمر وقنابل وكل حاجه موجوده. ادي الحمام، اتفرج كده على الشغل بتاع الحمام. ايه ده كمان ده يا استاذه؟ ده بشاميل. بشاميل ده ايه ده كمان؟ ده بقى ده اخترعنا. ايه هو؟ قنبله. قنبله؟ لما تدوقه تقول. لما فريك؟ فريك بالمشروم بالفراخ. هو الاوردر بيتم لو عزومه مناسبه حاجه كبيره بتتم قبلها الحجز بثلاث اربع ايام. اه. بس لكن ممكن واحده بالليل تتصل تقول انا عايزه باكل حله محشي.
تروح لها بكره حاله المحشي عادي عادي جدا. والله حاجه كل سنه طيبه، رمضان داخل علينا ان شاء الله. الوضع بقى بيبقى عامل ازاي بالنسبه لرمضان بالذات؟ كله عن طريق الحجوزات، طريق التليفون. اتصل احنا عندنا مثلا عزومه بكره، نعم، احنا نيجي بقى قبلها بيوم بنجهز الحاجه. لا عندنا دليفري، ما فيش اي مشكله. ما هو ماشي، ما هو انت تقولي لي منين لمنين، لان في ناس ممكن تتصل بيكي من اليوب تقولي كان عايزه، ممكن واحد ايوه معادي، مهندسين، الزمالك، هنا السيده زينب، اي مكان. يعني هنقول هنقول القاهره، كل القاهره، القاهره والجيزه. طب احنا هنا نعتبر في المغربلين، في المغربلين. هل حد ممكن يجي يطلب منك هنا ويجي لك، ولا انت الافضل ان انت تبعتي له؟ عشان هو في ناس ممكن تتوه. ايوه عشان المنطقه شعبيه شويه. مفيش احنا نودي عادي، مفيش مشكله. انا من وجهه نظري الناس دي شغلها اللهم بارك يعني زي الفل. احنا شفنا بقى الحاجه، هنيجي ندوق دقيقه ورجع لكم تاني. اقول لكم بقى على الاكل بتاع الحاجه نجاح. الحاجه نجاح يعني الاكل البيت السيرف. عندي كده حاجه جوا البصره، ده بصره. بص البصره بتاعت ام ايه، بصره ام ايه عند الحاجه نجاح الجميله، بصل محشي. اللهم صل على النبي. شايفين الشغل بقى دي ايه؟ ده بقى ده خبيزه. خبيزه الخبيزه الجو الساعه المتكتك، لازم الواحد ياكل خبيزه. اللهم صل على النبي، ربنا يديك الصحه حاجه، وربنا يبارك لك. هذه الخبيزه اهي الجميله، هنحطها هنا. هو ده ايه بقى؟ التورلي. تورلي. تورلي في لحمه. بص اتفرج على الخضار اهو، يبقى كده جبنا البصاره، وهنا وهنا وهنا. هنكمل عشان انا بنسى شويه. الرز يا حاج، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هوبا، شايف الشغل؟ شايف الشغل بتاع الحاجه؟ بص السبانخ، بص شويه اهو. هوبا. انت بتعملي حاجات تانية؟ بعمل محاشي وبعمل كسكسي وبعمل ممبار وكل حاجه. يعني دلوقتي الكسكسي الحلو اللي بتعمليه؟ يعني معناتها ان لو حد عايز لحمه راس بتعملي لحمه راس كمان؟ مفيش مشكله. عادي اي يعني حاجه، كرشه، فشه، ممبار، اي حاجه، اي حاجه. الناس بتطلبه من حضرتك؟ اغلبيتهم بقى من الضرب الاحمر ولا من بره الضرب الاحمر؟ لا من بره الضرب الاحمر. من بره الضرب الاحمر. طب دلوقتي لو من مقطم ومن مدينه نصر ومن بتاع دي. ايوه الشروق. الشروق. طب انت هنا متخصصه يعتبر في الاكل اللي هو الطبيخ. هم يعتبروا في يعني حاجات، هو مش متخصصه يعني، متنوع يعني، اي حاجه اعملها يعني. الفراخ البانيه، الاسكالوب بانيه، الكبده، كل دون بتعمليه. طيب بالنسبه للتوصيل، انت تقدر توصلي لاني منطقه؟ المقطم، مهندسين، اي حته يعني كده عادي، مفيش مشكله. هو يعتبر في الدرب الاحمر بردك هنا برضه هنا. هو يعتبر كله فريق واحد. فطبعا انا هكتب رقم تليفون الحاجه، انت لو عايز اكل طبيخ او شايف ايه الاكل اللي انت مناسب بالنسبه لك من اللي موجود، او الحاجه اللي انت عايزها هتتصل بيها، او حضرتك هتتصلي بيها. وبالنسبه برضو ليهم هنا الرقم التليفون بتاعهم هكتبه لحضراتكم للحاجات اللي موجوده ليهم. رقم تليفون حضرتك كام بقى؟ 010 ايوه 91 65 21 81. ربنا يبارك لك. في حد بيساعدك ولا انت لوحدك؟ لا ساعات يعني بجيب حد يساعدني. نعم. بس انا لوحدي يعني. ربنا يديك الصحه. انا عايزك تكوني مستعده، لان الناس كتير جدا هتتصل بيكي ان شاء الله باذن الله. تطلب منك طلبات، هتلاقي كل حاجه جاهزه. اول حاجه هنيجي هنا نبص ايه اللي موجود بقى عند حضرتك، ايه اللي هندوقه بسم الله ما شاء الله. كل حاجه. اول حاجه ايه؟ تحب ايه؟ المحشي. اللهم صل على النبي. طبعا الجو ده ساقعه ومحتاج ان انت يكون عندك باور، عشان كده هنجرب وننطلق بالمحشي بسم الله. بامانه بيتي مش شهادات وبس، لا ده عدم شمال الشهادات، يعني بيتي. تسلم ايدك في اول حاجه دقناها. ده الوقت كده بقى ايه؟ رواب اللحمه الجميله. رواب. يا سلام على الريحه، بسم الله ما شاء الله. انا مش عايز ابالغ، ولو قلت لك ان الرقاق اللي انا اكلته ده يشبه ده بتاع امي. المفروض يا شمال دي مش جايبها بقى يعني هنا. انت متخيل العظمه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى؟ اتفرج بقى المكرونه البشاميل. طبعا انتوا لما بتحطوا بيضه فوق الوش ولا حاجه؟ ايوه كده، موتزاريلا على طول. اللي يجي يقول لك احط بيضه ومش عارف ايه والكلام ده، وما ياكلش معانا. احنا بنعمل الاكل البيتي. وبص بص بص بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بامانه انت مظبطه يعتبر البشاميل بتاع المكرونه، ودون من الحاجات المهمة، لكن انت بصراحة الحاجة رائعة. محشي فريد. اللهم بارك، اللهم بارك. بس كده. ايوه كده ازاي؟ كده كده على طول يعني كده اهو على طول. افتحها كده كده اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ادي يا باشا كده، ادي يا باشا. اللهم بارك، اللهم بارك. طبعا الفريك ده طبعا ما فيش احلى منه.
صح ولا لا؟ وشايف بقى الشغل بتاع الحمام جوه اهو، دي بقيه الحاجه بتاعت الحمام صح؟ ايوه كده. اكل بيتي هو فعلا اسم وحقيقه بامانه جميل. انا عايز اجرب القنبله. ده اختراعكم طبعا. انت قلت لي ايه؟ مش لازم اعرف ايه اللي جواه صح؟ لا انت هتعرف بقى. انا هعرف. اول حاجه كده بسم الله ما شاء الله، ده في حاجات جوه. ايه هي؟ مش عارف. لا انت بتحكم. لا فعلا قنبله ورعده وكل حاجه. خدنا عليك هنا عشان تاخد الجنب التاني. اخد انا جنب نهاري. هو كله زي بعض بس ايه؟ قول لي حضرتك، مشروم ولا فراخ؟ الاثنين. طيب الاثنين. بص هقول لك على حاجه، انا عارف اللي فيه ايه، بس انا عايزهم هم يجوا عشان يجربوا القنبله. قلت لحضرتك قول ارقام التليفونات اهي موجوده، 011 5192 3770. وده اول حاجه جربناها، لسه هنجرب الحاجه الثانيه. نبتدي بقى بايه؟ من هناك. خيم هناك لهنا ولا ناخد من هنا لهناك؟ خلاص اول حاجه نجرب كده الرز بسم الله ما شاء الله، ونسمي كده ونقول اللهم صل على النبي. اهم حاجه لما تيجي تاكل الرز لازم يبقى معاك حاجات من اللي انت شايفها دي، اذا كانت الخبيزه او السبانخ او حتى التورلي. فخلينا ماشيين بالرز وندوق. اول حاجه هنا يا حاجه دي ايه؟ السبانخ. السبانخ. السبانخ الجميله. بسم الله. بسم الله. اول حاجه كده نازله كده لوحدها، يعني ايه؟ يعني هي واخده سكتها. اديني التورلي. حط التورلي كل حاجه فيها اهي، ونحط كده سامي بسم الله. الله يبارك لك. طبعا هنا ما ياكلش معاه بقى ودن قطه، ولا هنا ينفع ودن قطه؟ ينفع ودن القطه صغنطوط عشان خاطر حبايب الاطفال. بص يا باشا، بص بسم الله ما شاء الله. بص هي تقيله بس كده عايز تخف سنه صغيره. اشمعنى انت عملت بصل؟ ها؟ انت شكلك استاذه فيه صح ولا لا؟ لا لا، والمحاشي برضك كله. ورق عنب كرنب. في ناس بتحب تاكل البصل كده، لكن انا بحب اكله بالعيش صح ولا لا؟ ربنا يخليك. سوا مظبوط. الرز حلو والبصل بتاعك جميل جدا. بص بقى طبق البصره، طبق البصره اهو. بص تعمل كده اوبا، اللهم صل على النبي. طبعا هي حلاوتها وهي ساقعه. في ناس بتحبها وهي سخنه، والناس بتحبها وهي ساقعه. والله الحاجه نجاح ست طيبه. الله يخليك. محتاجه حاجه؟ طبعا. محتاجه ايه؟ دي فريزه، الكبه، الحاجات دي. محتاجه ايه؟ خلاص ماشي. في حاجه تانية محتاجاها غيرها؟ لا شكرا. انت حضرتك ايه اللي انت محتاجاه وايه اللي انت محتاجه ان انت تكوني عشان تكبري فيه؟ بص احنا حلمنا احنا الاثنين واحد، ان احنا نكبر ونبقى عندنا مكان بتاعنا. كنت المجهول في الضرب الاحمر هشام السروجي حبيبي، ربنا يعزك. اخبارك؟ الحمد لله يا حاج علي. الفكره ايه هنا بقى؟ الفكره هنا ان هم دول اخواتنا وبناتنا وامهاتنا، فهم واخدين دوره تدريبيه للطهي. نعم. فالمكان هنا منقسم لمجموعتين وفي الاخر برضو بيكملوا بعضهم. نعم. فهنا الاساس المكان هنا الحاجه اللي هي بتتعمل نص سوا، فهم بيجهزوها للمحلات اللي تحت السوبر ماركت. وعندهم قسم تاني برضو ان هم بيعملوا الاكل مطبوخ، ما هو زي على حسب طلب الزبون. نعم. وفي حاجه تالته ممكن الزبون يجيب لهم الحاجه نفسها وهم يطبخوها. نعم. بس الميزه بتاعتهم ان هم متعلمين واخدين دوره تدريبيه، دي اول حاجه. تاني حاجه بيشتغلوا بقى للسعر. تالت حاجه والاهم ان اغلب حليب الضرب الاحمر شغاله معاهم، يعني اي ست بتحتاج انها تشتغل من البيت هم بيقدروا يوظفوا بيوظفوها كانها عامله زي ترس. انت من البيت خلصي كذا وانت من البيت خلصي كذا، واحنا في الاخر هنجمع مع بعض. يعني هي فكره هنقول ان لو هي اتعملت في كل الاحياء الشعبيه هيبقى اي حد محتاج شغل هيلاقيه. لان في الوقت الحالي في ستات كتير عايزه تثبت نفسها، فخلاص بدل انت ما تيجي تفتحي مشروع او تيجي تقعدي في الشارع، لا عليك وانت في بيتك اعملي حاجتك، واحنا في الاخر التروس دي كلها نجمعها مع بعضيها. وطبعا هم ارقام تليفوناتهم موجوده، اي حد بيعوز اي حاجه بيتصل بيهم. والحمد لله هم مع الوقت بقوا رقم واحد في المنطقه هنا في الضرب الاحمر. في الضرب الاحمر وكمان في الاحياء الثانيه بيطلبوا، يعني في احياء ثانيه معظم السيدات العاملات خلاص هم اتبرمجوا معاهم. النهارده عندك ايه؟ عندنا كذا. طبخين كذا، طب هات. وبسعر رخيص، يعني انت لو حسبت هتلاقي ان ما تجيش حق وجبه اي حاجه في اي محل معروف او في مكان معروف. نعم. يعني الوليمه دي كلها المغاربين
ليه سموها جامعة السويس الدرب الأحمر يا هشام؟ قول لي. سموها لأنها واخدة خط طول، دي اسمها القصبة العظمى. آه. بتربط مثلا ما بين المعز وما بين طولون وما بين وما بين الخليفة، فدوت الخط الطولي دوت في كل السلع اللي بيحتاجها أي مواطن. أنا بقى عايز أقول لك اسم الدرب الأحمر، اسم الدرب الأحمر لأن في ناس عندها غلط كبير بالنسبة. قول لي. في ناس مفكره ان الدرب الاحمر دي اسمها اسم المذبحه. لا هي ما اسمهاش كده خالص، هي اصلا هي اصلا اسم الدرب الاحمر ده اصلا بقى له اكتر من 600 سنه. في روايه المقريزي ان الدرب الاحمر دي كان ليها بوابتين، فالبوابتين لونهم احمر عشان كده سميت الدرب الاحمر. هو ده اللي احنا بنقوله هشام، من الناس المحترمين الجدعان اللي فعلا مشرفين الدرب الاحمر والحميه الجديده. ربنا يعز حضرتك يا عدنان ويخليك لينا دايما داعم لينا يا رب. حبيبي حبيبي ربنا ويعلي مقامك ويسترك دنيا واخره.